منور قناة الأهلي الأساس، منتظرك منك كتير إن شاء الله. نحتفل بالأميرة السمراء، ده ان شاء الله. أحمد منصور. منور يا نجم، يوم ما اتصورت معاك، هو جايب صورته معاك، حد جايب صورته معاك، طارق بيقول جنب جنب صور النادي، وربنا كرمك بعدها، بتمنى لك التوفيق. تعالى محمد صور كل مرة بقى. محمد عرفات بيقول منورين الشاشة. والله يا حسين، بتحلم بإيه مع الأهلي؟ بتحلم بإيه مع الأهلي؟ بطولة أفريقيا إن شاء الله وكأس العالم للأندية. ابو بيقول لمنور الدنيا كلها، الله يخليك، متشكر. وبيسال كابتن حسين، هل فعلا كابتن حسام البدري كان سبب في عدم انضمامك قبل العين؟ قبل انضمامك لا لنادي الاهلي يعني، قبل العين؟ لا، ما افتكرش. لا. راضي بيقول المفروض كنت جبت امح معاك بصراحه، عشان الراجل تعب وهو بيقنعك. لا ده امح ملوش حل، اما زمانه عسل نايم بقى ولا ما اعرفش بقى صح ولا ايه. عسل. امح يعني من الشخصيات الجدعه جدا يعني، سبحان الله. كمان امح من وانا في العين كان في فيديوهات نزلت وكان في حاجات نزلت، امح كان بيقول لهم حسين شهر واحد فظيع. يعني، قال لهم حسين شهر، قال لهم حسين خلاص انا خلصت له كل حاجه. طب ما تحاولوا تروحوا تجيبوا لنا قمح يا جماعه، ما حاولوا كده الواد قمح يعني هيجي على طول لطيف. تخيل انت واحد بيقول لك ان انا حسين جايب شهر واحد، وانا اصلا لسه مفيش اي حاجه، مفيش اي مفضلات، مفيش مفيش اي اي حاجه، حد اتكلم مفيش اي ولا حد. اي حد عمل حاجه ولا اي حد ما بص كام عمل. صور معايا مضيع بقى. زي الوكيل العسل، بتاعي، الوكيل زي بتاعي الوكيل بتاع اما عزيز حبيبي. الشحات قمح. كنا بنتكلم دلوقتي في الفلوس في اللقطه دي. والله اديته اللي هو عايزه الفلوس خد ولا لا؟ 12 مليون طبعا. هو كان دايما بيقول لهم انا ليه عندي حسين 12 مليون. خد اللي فات ده خلاص. عسل قوي. اما من الشخصيات الجميله، الشخصيات اللي انا طيب بحبها جدا. قول الو. الو الو